أستاذ أمريكا الزاهدي مشكورة، فتتفضل. تحياتي لكم جميعا السادة الأفاضل، وتحياتي لكل من يتابعنا من بعيد عن بعد، وأيضا أهنئ الباحثين في حول أدب الرحلة، الجمعية المغربية للباحثين في أدب الرحلة، وعلى رأسهم زميلنا وصديقنا الأستاذ بوشعيب الثوري على هذه اللقاءات العلمية التي دأبوا على تنظيمها لفتح النقاش وتعريف الخاص والعام لما يروج في مجال أدب الرحلة في جميع المجالات والاهتمامات. فكما هو يعني معلوم، اليوم نجتمع حول هذا الرحلات الثلاث التي أصدرها السي عثمان المنصوري كترجمة، سأعود لهذا الموضوع. وعنوان هذا العرض كما هو مبين لدى المنظمين هو الحديث عن رحلة الملك البرتغالي دون فرناندو إلى المغرب، قراءة في النص وسياقاته. يعني هكذا أردت، وضعت عنوان هذه المداخلة. وكتمهيد أقول بأن الرحلة الأوروبية يعني قبل وخلال القرن 19 كانت واحدة من الأدوات، إحدى الأدوات التي اعتمدت عليها أوروبا للتعرف على المغرب الذي ينتمي في نفس الآن كما نعلم إلى عالمين، هما أفريقيا والشرق، بكل ما يترانيه من اهتمام سياسي اقتصادي من جهة، وكذلك من مسألة الدهشة والغرائبية والعجائبية من جهة أخرى التي طالما بحث عنها بعض الأوروبيين في ذلك العصر على اختلاف تكوينهم ميولاتهم وحتى رتبهم الاجتماعية. سأحاول إذن في هذا العرض التعاطي مع هذا النص الرحلي الذي يدون تفاصيل رحلة الملك البرتغالي دون فرناندو إلى المغرب سنة 1956، تحديدا داخل مجال مدينتي طنجة وتطوان. ويتضمن النص أيضا كما هو يعني مبين تقريرين لرحلتين سفاريتين للقنصل البرتغالي بطنجة جوزي دانييل كولاسو الذي هو مؤلف الرحلة. سأسعى بطبيعة الحال، تعلمون أنني أتيت لحقل الرحلة من مجال التاريخ، وبالتالي المؤرخ دائما مهووس بالسياقات التاريخية لكي يفهم النص أكثر. سأسعى لوضع هذا النص في سياقته التاريخية اللي هي كنعرفوها سياق محتدم من القرن 19 بالتنافس الإمبريالي والضغوط الأجنبية على المغرب. والتقريرين السفاريين بالخصوص متضمنين في هذه الرحلة يعبران عن ذلك بوضوح. في نفس الوقت سأتوقف بعض الشيء عند بعض المشاهدات، يعني مشاهدة الملك التي سردها لنا القنصل والذي نعتبره صاحب الرحلة الفعلي. فالملك في هذا السفر يحضر جسدا ويغيب وجدانا، هذا ما لاحظته كما سأبين في الكثير من المشاهدات والانطباعات التي عادة ما تشكل العقدة بين الرحالة ونصه. لكن قبل ذلك اسمحوا لي بكلمة في حق المترجم سي عثمان المنصوري. فالنص كما هو معلوم نص برتغالي ترجم إلى اللغة العربية على يد المؤرخ عثمان المنصوري، وقدم هذا النص للقارئ المغربي المهتم أولا بالعلاقات المغربية البرتغالية من جهة، ولكن أيضا عزز رصيد النصوص الرحلية الأوروبية حول المغرب التي بتنا اليوم نستمتع بقراءتها بلغة الضاد، بفعل الاهتمام المتزايد بترجمتها. وأنوه هنا بأعمال سي الثوري بوشعيب الثوري، أشكره كثيرا لأنه وفر لنا عبر الترجمة الكثير من النصوص. وهذه الندوة التي تنظمها كما قلت جمعية الباحثين المغاربة في الرحلة تعكس ما أذهب إليه. مؤرخ عثمان المنصوري كما هو معلوم دشن منذ سنوات خلت مشروعا علميا واضحا جعله يتخصص في العلاقات المغربية البرتغالية بكل ما تحمله من أبعاد تاريخية منذ مطلع العصور الحادثة إلى اليوم. ونص رحلة الملك البرتغالي إذن جاء ليعزز قائمة كتب مؤلفة حول تاريخ المغرب أصدرها المترجم، واستثمر زمن الحجر الصحي خلال الجائحة، وأنا هنا أنوه بهذه النقطة بشكل إيجابي، واستطاع في ظرف سنتين ما بين 2020 و2021 أن يترجم 4 كتب تتناول كلها تاريخ المغرب بعيون وأقلام برتغالية، والتي أعتقد بدون قراءتها لا يمكن فهم بعض مضامين هذه الرحلة وسياقتها. هذه الكتب هي كتاب الملوك المغاربة لنفس القنصل، كتاب التوسع البرتغالي للمؤرخ ديفيش لوفيش، كتاب معركة القصر الكبير لمؤرخ آخر، والرحلة بطبيعة الحال. أنتقل الآن لوصف هذا الكتاب، هذه الرحلة وهذا الكتيب اللي هو بين أيدينا وهذه الرحلات الثلاث. وبمعنى أدق وصف تقريري، وهو المصطلح اللي استعمله المؤلف نفسه في المقدمة.
من الحجم المتوسط 150 صفحة مقسمة كالآتي، مقدمة للمؤلف، وهذا طبيعي في الرحلات. من الصفحة 23 84 عندنا وصف مفصل لمراحل رحلة الملك البرتغالي دون فينار داخل مدينتي طنجة وتطوان سنة 1856. بدأت أواخر شهر مايو، المؤلف ما حددش يوم بالضبط، لكنه ذكر يوم المغادرة بالتحديد على طريق سبتة يوم 24 مايو، مما يدل على أنها كانت رحلة خاطفة لم تتعدى بضعة أيام. من صفحة 86 2017 تقرير عن سفارة قام بها وفد برتغالي يضم القنصل دانيال خوسي دانيال كولاسو لدى السلطان المغربي محمد بن عبد الرحمن سنة 1865. خرجت من طنجة في يونيو، وبعد الانتهاء من المهمة السفرية غادرت البعثة مدينة مكناس يوم 21 يونيو. من صفحة 121 حتى صفحة 150 أيضا تقرير ثاني لرحلة سفارية ثالثة قام بها نفس القنصل لدى السلطة الحسن الأول، خرجت من طنجة في شهر ماي 1877 وغادرت مكناس يوم 23 يونيو مع تغيير في طريق العودة عبر مدينة فاس. لابد هنا من إبداء ملاحظة أساسية، هذا التقسيم للكتاب يبين فارق زمني يبلغ مداه 10 سنوات بين كل رحلة وأخرى 1856 1865 1877، لذلك تصبح هنا مسألة السياق التاريخي لكل سفر بالغة الأهمية. وسجل أيضا أن النص الأصلي أي البرتغالي له قيمة مضافة حسب المترجم باعتباره ضمن أول الكتب، إن لم نقل أول كتاب طبع في المغرب في المطابع العصرية أواخر القرن 19 بالضبط سنة 1882 في مطبعة برينس بطنجة، علما بأن المطابع العصرية التي أسسها الأوروبيون في المدن المغربية وخاصة المطابع الإسبانية في مدن الشمال وفي طنجة تحديدا لم تكن خدمتها موجهة فقط لتوفير وطبع وثائق السلك الدبلوماسي الغربي بالمدينة كما صرح المؤلف في صفحة 17، يقول إن السيد برينس أسس مطبعة عصرية بطنجة وبذلك أعطى الانطلاق لمطبوعات مكنت من تلبية طلبات متزايدة للبعثات القنصلية والشركات التجارية لأجل طبع وثائقها بدل إرسالها لأوروبا، في الحقيقة كان كيرسلوها لجبل طارق أو إسبانيا، لكن بالأساس هذه النصوص والاهتمام بها يتم لتوفير نصوص مفيدة من حيث المضمون، توفر مادة تخدم أهداف المشاريع الغربية الإمبريالية، ومن دون شك تصبح المذكرات ورحلات المغامرين وتقارير السفراء ذات فائدة، لأنها تفيد دوائر القرار في دولهم في الاطلاع بفضل ما تزخر به من معلومات دقيقة عن أوضاع المغرب وأحواله السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لا غرابة إذن أن تصدر هذه الرحلة أو هذه الرحلات التي نجتمع حولها إلى جانب كم هائل من النصوص الأخرى بالتزامن مع سنة مهمة في تاريخ المغرب 15، وهو انعقاد مؤتمر مدريد حول معضلة الحماية القنصلية 1882، ونعلم أن كل الدول الأوروبية بما فيها البرتغال شاركت في هذا المؤتمر، بالتالي هذا كيعطي واحد الزخم للاهتمام بالمغرب والمجال المغربي. قيمة النص الرحلي، اعترف المؤلف أي خوسي دانيال كولاسو نفسه في الرحلة في نص المقدمة أنها ليست ذات قيمة أدبية، ويقولها صريح العبارة في صفحة 18 لكونها في الأصل تجميع لتقارير مسترسلة كان قد نشرها في صفحات إحدى الجرائد البرتغالية، ولم ترع فيها بدقة تلك الجوانب الأدبية والفنية المطلوبة. ربما الناس أهل الأدب من حق الأدب يحكموا أكثر على هذا النص من هذا الجانب، في نص يراد له أن يحسب على جنس أدب الرحلة، لكن قيمتها في اعتقادنا تستمدها من مكانة الرحالة من الظرفية التاريخية وكل ما له صلة بالعلاقات الدبلوماسية بين المغرب والبرتغال في أحد القرون المهمة والحساسة اللي هو القرن 19، ثم أيضا من طبيعة بعض المشاهدات على الأرض الإفريقية أي في المغرب، وهي النقاط التي سأسعى إلى تبيانها في ثلاث نقاط. الملك الرحالة دون فرناندو يحمل لقب ملك لأنه تزوج وشارك زوجته الملكة الفعلية البرتغالية ماريا الثانية، عندما ماتت أصبح وصيا على عرش وليتها الفعلي ابنهما بيدرو، ولما وصل الابن إلى سن البلوغ سنة 1855 قرر الملك الابتعاد عن الحكم ودواليب السياسة والتفرغ لممارسة هواياته المفضلة الفنون والأصفار، فكان بمعنى أن هذا الملك عندما جاء في هذه الرحلة إلى المغرب لم يأتي كملك بصفته الرسمية، بل جاء كسائح كمسافر عادي، فكان من الطبيعي أن تستهويه الأراضي الإفريقية القريبة أي المغرب،
والحقيقة أن هذا النص الرحلي يسعفنا بتاتا في الحكم على أحاسيس الملك أو انطباعاته الشخصية طيلة هذا السفر الذي كان خاطفا إذا ما قورنا بالأسفار الطويلة التي تعودنا عليها في نصوص أخرى، فقد كان حاضرا جسدا وغائبا في ثنايا النص المفعم بالانطباعات والمشاهدات والأحكام التي يسردها الراوي والمدون الفعلي في الرحلة، وهو القنصل خوسيه دانيال كولاس الذي يعيش في طنجة ويرعى مصالح بلاده فيها. ولا شك أنه اكتسب معرفة بتفاصيل العيش اليومي للمغاربة وبؤس العيش المغربي الذي سجله في النص بسلبياتها وإيجابياتها، فكان يسمح لنفسه بالتعبير عن مشاعر وانطباعات الملك باستعمال كثير من العبارات والأدلة في النص كثيرة. أختار منها مثلا لحظة وصول الملك إلى طنجة، يقول كولاسو يصف المشهد: كان مشهدا جميلا وعظيما يهز مشاعر القلب البرتغالي، كان الملك واقفا في قاربه الذي ينساب على مهل عبر مياه الحوض الهادئة، وكان يرنو باهتمام إلى هذا الكم من الدويرات البيضاء التي تتخللها هنا وهناك أشجار التين والمساجد والأضرحة التي تسمى طنجة. إذن هذا الوصف لطنجة أراده أن يكون وصفا يتناسب مع شخص الملك في حين أنه يعيش في طنجة ويعرفها. لحظة تجول الملك بمخيم للحجاج المغاربة أيضا على أهبة الاستعداد للسفر إلى الحجاز، وهنا أفتح القوس أن هذه الرحلة قدمت لنا معلومات مفيدة عن ذلك التحول الذي وقع في الرحلة الحجازية المغربية في مسارها من الركاب البرية إلى الركاب البحرية، والتي نعلم أنها قد عوضت في القرن 19 الركاب البرية. يكتب مثلا: مر صاحب الجلالة الملك دون فرناندو وسط كل هذه الخيام وتحت أشعة شمس منتصف النهار غير عابئ بالحرارة الشديدة وبما يمكن أن يشكله الدنو من تلك الكائنات القذرة. إذن هذا حكم قدحي يصدره وليس الملك، من أثر على صحته، وتحمل ذلك فقط لإرضاء فضوله العام، وقد أبدى إعجابه بالخصوص ببعض الفتيات البربريات. إذن الأمثلة من هذا النوع كثيرة في النص، حيث تنقل للقارئ أحاسيس الملك، مواقف الملك، انطباعات الملك، أحكامه بألفاظ أحيانا فيها الكثير من القدح بالنيابة، الشيء الذي لا يمكننا من القول بأن هذا السفر الذي قام به الملك دون فرناندو إلى المغرب يشكل في سرده جزءا من ذاتيته. إذا سلمنا بأن أدب الرحلة في بعض الأحيان هو عبارة عن مذكرات ذاتية للرحالة. في السياق التاريخي للرحلات الثلاث، أنتقل الآن للحديث عن سياق الرحلات الثلاثة. سجلنا الفارق الزمني بين هذه الرحلات والذي يقارب في كل مرة 10 سنوات، وهذا بالنسبة للمؤرخ مهم جدا ولا يمكن تجاوزه، لأن الزمن التاريخي متحول غير ثابت مما ينعكس على تبدل الوقائع والأحوال في العلاقات بين الدول والأفراد. ولهذا فإن لهذه الرحلات البرتغالية سياق خاص جدا يرتبط بتطور العلاقات البرتغالية المغربية في الزمان منذ مطلع العصور الحديثة، حيث كان البرتغال دولة تحتل أجزاء كثيرة من المدن والثغور الساحلية المغربية، وهذا معلوم يعني أنها عادت كلها إلى المغرب حتى تقريبا عادت آخر يعني ثغر أو مدينة هي مازاغا الجديدة على يد سيدي محمد بن عبد الله في 1966، وبالتالي ستنتقل العلاقة من المواجهة إلى البحث عن الصلح والهدنة ورعاية المصالح المادية. فنجد الكثير من السفارات التي ترددت مع سيدي محمد بن عجيلة مباشرة بعد سنة، جاءت سفارة برتغالية مع مولاي سليمان في 1797، محمد بن عبد الرحمن مع السلطان أيضا الحسن الأول، على إن هذه تدخل في إطار يعني التواصل الدبلوماسي والسفارات المتبادلة بين الطرفين. هذا الزخم الدبلوماسي تحكمه دائما نظرة كل طرف للآخر، فالماضي المشترك تدل عليه إلى اليوم مع البرتغال بطبيعة الحال شواهد مادية عدة: معمار، مواقع لها يعني واحد الوقع كموقع معركة وادي المخازن، وكذلك ذاكرة إنسانية مشتركة، مثلا كتاب الأستاذ أحمد بوشارب يتحدث عن المغاربة في البرتغال يحكي هذا الجانب. لذلك نجد في رحلة الملك وفي التقريرين السفاريين بالخصوص الكثير من الاستحضار، وفي الرحلات دائما الرحالة يستحضر الأنا أينما كان يستحضر هذا الأنا، لهذا المجد البرتغالي في المغرب وللهزيمة أيضا بالكثير من مشاعر الحسرة
وهو في نظرنا أمر طبيعي ومشترك بين شعوب الضفتي المتوسط. ألم تتضمن رحلات سفراء المغاربة إلى إسبانيا خلال القرنين 17-18 مثلا الكثير من الحسرة والتغني بالمجد الإسلامي في الأندلس كلما وقفوا على دخلوا مثلا إلى معمار أو مسجد في قرطبة في إشبيلية في خصوصا في المجال الأندلسي، بل أكثر من ذلك غالبا ما يختتمون زيارة بالدعاء إلى الله لاسترجاعها مرة أخرى. فكذلك كان لسان حال خوسي كولاسو عن الأمجاد البرتغالية في المغرب، فمنذ الوهلة الأولى وهو يبرر دوافع التأليف كما هي عادة مؤلف الرحلات، يضع نصب عينيه قارئه من الشعب البرتغالي فيكتب، فكل ما ينشر في هذا الصدد يتحدث عن تأليفه لتلك الرحلة يجب أساسا أن يستأثر باهتمام الشعب اللاتيني الذي كان أول من أنزل محاربه المنتصرون في السواحل الإفريقية صفحة 18. يكتب في مقام آخر يصف جولة الملك داخل أسوار مدينة طنجة وتحديدا باب الفحص، يقول: تعود معظم الأسوار التي توجد إلى اليسار واليمين وكذلك بعض الأسوار الأخرى والعديد من المدافع إلى عهد الهيمنة، سأعود إلى هذه الكلمة لاحقا، البرتغالية. تمكنت هذه البنايات وغيرها من مقاومة قوة الأعاصير والحروب التي تعرضت لها، وتحدث عن أنها أيضا أضاف قاومت حتى القنبلة التي قام بها الفرنسيون من البحر لمدينة طنجة إبان أزمة معركة إسليف 1840. الغريب أنه قال بأن كل طنجة تقريبا تهدمت الدور ديالها باستثناء المعمار البرتغالي، يعني ظل شامخا، وفي هذه دلالة على الاعتزاز بالماضي البرتغالي على الأرض المغربية. نسجل هنا أنه اختار كلمة هيمنة بدل احتلال أو استعمار، مما يعكس تغلب اللغة والحس الدبلوماسي على رجل مثله خبر دهاليز العمل الدبلوماسي، فكان ملزما باختيار مفرداته بعلمه. إلا أن الذكر الأكثر استحضارا في هذا النص الرحلي رغم ألمها في رحلة الملك من جهة وفي التقريرين السفري هي معركة القصر الكبير على وادي المخازن. يقول في رحلته الأولى من طنجة إلى مكناس سنة 1865: وصلنا إلى الوادي الذي لا ينسى، وادي المخازن، وتجاوزناه على الساعة 6:05 يونيو، وذلك قبل الوصول إلى القصر الكبير بساعتين. وهنا تجدر الإشارة إلى المشاعر التي خالجت الممثل البرتغالي ويقصد نفسه، أي جوزيف خوسي كولاسو، عند المرور بالميادين المتوجة التي خاض فيها الشقي ويقصد الملك دون سيباستيان المعركة، وعند تأمل ذلك الميدان حيث انهارت الأمجاد العريقة للوطن بسبب جرأة طفولية. وهنا يحدو حدو المؤرخين البرتغاليين منذ يعني غوميس دو زورارا وهم يبررون الهزيمة، هزيمة البرتغال في المعركة في 1578 بالأخطاء ارتكبها هذا الشاب دون سيباستيان الملك المتهور الذي لم يدرس عواقب المعركة جيدا. وهنا حث يعني الى الاطلاع على الكتاب الاخر الذي ترجمه السي عثمان المنصوري عن معركه القصر الكبير، فيه الشيء الكثير، ودار لي السي لطفي باش نشوف واحد القراءه ممتازه تفكيكيه في الحقيقه لهذا الجانب. نفس الحسره ونفس الاهتمام بموقع المعركه يعبر عنه القنصل بعد مضي 10 سنوات ابان رحلته الثانيه الى مكناس في 1877، وهذه المره يقف عند اطلال قنطره الوادي فيكتب: لن يستطيع القنصل، يقصد نفسه، مقاومة الرغبة في زيارة القنطرتين اللتين ما زالتا موجودتين على وادي المخازن، وإن كان ذلك في ظروف مختلفة في ميدان المعركة التي لا تنسى. يعني مرتين بعد 10 سنوات كيستعمل هذه العبارة ديال التي لا تنسى، يستعملها في النص ديال 1865 واستعملها أيضا في التقرير ديال 1877. الملاحظ هذه المرة أنه ركز على البعد المعماري وتحركت قريحته الفنية كرسام، فحمل ريشته وعزز الوصف برسم لوحة فنية تختزل أدق تفاصيل القرطرتين في صفحة 115 مسبوقة برثاء معبر عن الملك الشهيد والدولة المهزومة، عندما قال: يجدر القول هنا أن دموع الوطن تجري، وهذا تعبير مجازي مفعم بالرمزية هنا باستمرار. تخيلوا معي دموع الشعب البرتغالي لا زالت تجري في مجرى واد المخازن من 1578 حتى 1877 راثية المصير المشؤوم لسيباستياو
في تلك المقبرة التي ظلت الأمجاد القديمة للبرتغال مدفونة فيها في 1912. أما السياق التاريخي العام الذي يؤتيك هذه الرحلات الثلاثة فلا يمكن فصله عن السياسة الغربية التي نزلت بتقليع التنافس الإمبريالي على هذا الجزء من شمال إفريقيا، توجت باحتلال الجزائر معركة إفلي وصولا إلى سنة 1856. وهنا أسجل أن عندما جاء الملك البرتغالي في رحلته سنة 1865 جاء هو في شهر ماي، كانت إنجلترا تضغط بتقليع على المخزن المغربي، وكان المخزن المغربي جد جد منهمك بالضغط الكبير الذي مارسه جون دريموند هاي، وكان عارفوا بأن الاتفاقية غادي توقع في 9 نوفمبر 1865. إذن هناك أيضا جانب آخر هو فتح المغرب على الرأسمال الأوروبي على مصراعيه، المنافسة الشرسة، ولكن أيضا بالخصوص خوض المغرب واحد المعركة من نوع آخر هي معركة الإصلاحات التي بات المخزن المغربي في عهد السلطان عبد الرحمن بن هشام وحمد بن عبد الرحمن وإلى حدود الحسن الأول مجبر على خوضها. لذلك بالخصوص في التقريرين السفاريين لخوسي كولاسو في هذه الرحلات نجد إشارات كثيرة لهذا الموضوع. عندما تحدث القنصل البرتغالي عن جانب من مراسم استقباله سنة 1865 في مكناس يقول: نظمت للوفد زيارة لمحلات إقامة الفرق النظامية للإمبراطور، فخلفت الزيارة لديهم انطباعا حسنا على الانضباط العسكري، تجهيزات التي تضاهي ما هو موجود في أوروبا. يعني هذا تعبيره، ويضيف بأن هذا الأمر هو تعبير عن ما هو موجود حاليا في قلب الإمبراطورية. يعني تحدث على أن كان هناك واحد الروح سائدة في المغرب. وإذا بالنسبة لي كباحثة في التاريخ هذه النصوص الرحلية تفيدنا في استقراء هذا الجانب، يعني في إعطائنا صورة عما كان يجري في المغرب في الفترة اللي تفتح فيها الباب على مصراعيه أمام الإصلاحات، وخاصة الإصلاح العسكري الذي أصبح ضرورة ملحة بعد هزيمتي إسلي وحرب تطوان بفضل الروح المعنوية التي يغذيها السلطان. وهو طبعا يقدم هنا شهادة حية بطبيعة الحال كما قلت، فقد ذكر القنصل بأنه التقى بضابط برتبة كولونيل جاء من تونس لتدريب الجيش المغربي، تارة أخرى يتم الاقتباس من أوروبا كما هو معلوم. إذن قدمت نصوص رحلات سفارية خلال القرن 19 الكثير من المادة العلمية التي وظفها المؤرخون وهم يتعاطون مع قضايا القرن 19 عامة. في هذا السياق أيضا ستضعف السفارات والرحلات الأوروبية إلى المغرب، لأن كل الدول فرنسا، إسبانيا، إنجلترا، ألمانيا وطبعا البرتغال تسعى إلى إيجاد موطئ قدم لها. ففي هذا السياق إذا نفهم أن القنصل البرتغالي أنجز تقريره على ضوء سفارتين، لأنه استفاد من التوجيه ديال أخوه جورج خوسي كولاسو اللي كتب سنة 1828 واحد الخط الذي يجب أن تسير عليه الدبلوماسية البرتغالية في المغرب في القرن 19. أنتقل الآن إلى بعض قضايا ومضامين الرحلات الثلاث، وأعتذر هنا إن كنت قد أطلت عليكم. اخترت منها نقطتين: جانب من البروتوكول المصاحب للرحلات. بالنسبة للرحلة الأولى للملك البرتغالي إلى طنجة وتطوان كانت طوعية غير مقيدة بالرسميات والبروتوكول الدبلوماسي، رغم أن القنصل وأعضاء التمثيلية الدبلوماسية البرتغالية في طنجة وتطوان أرادوا الاحتفاء بملكهم وعملوا جهدا كبيرا لحك الجهاز الخزاني المغربي الذي كان آنذاك منشغلا بإيفاد الحجاج المغاربة عبر السفن إلى الحجاز، والذي لم يكن يعلم حتى بالوافد الجديد على فعل الشيء نفسه، وتم تخصيص فعلا استقبال رسمية ليقمص بين الضيف الكبير. فيما يخص رحلتين السفاريتين لسنة 65 و77 ما يتلي اهتمام وطبيعة المهمة الفريدة والتي لم يتعود عليها المخزن المغربي، فإذا كانت السفارات من قبل تفيد عليه لمناقشة قضايا تتعلق بالقرصنة البحرية، تحرير الأسرى، اتفاقية الهدنة، فإن الأهداف المعلنة، يعني هنا أقول المعلنة لأن الرحلة السفارية عادة عندما يتم تحريرها لا يتم الإعلان عن المهمة الفعلية. المعلنة الآن هي تمثلت في حمل هدية من نوع خاص، هي عبارة عن وسام الصليب الأكبر للبرجوز السيف لتوشيح صدور سلاطين المغاربة محمد بن عبد الرحمن في 1865، ثم نفس الوسام أيضا يوشح به السلطان الحسن الأول في 1877. هذا الوسام بالنسبة للبرتغال ذو قيمة عالية وعلى درجة كبيرة من الاستحقاق. أثار انتباهنا فعلا هو رد فعل الجهاز الخزاني المغربي الذي ارتبك
واستغرب لما وجد نفسه لأول مرة أمام سلوك جديد في البروتوكول الدبلوماسي، فحاول أن يجاريه حسب تعبير وزير الطب اليمني الذي أجاب المبعوث البرتغالي وهو ينسق معه اللقاء مع السلطان. سيستسلم النيشان أي الوسام وسيراعى عند تسليمه، سيستلم السلطان هذا النيشان وسيراعى عند تسليمه القواعد المتبعة عندكم نفس حسب الوسام. أنتقل أيضا إلى بعض المشاهدات والانطباعات لأختم بها. جاء الملك الرحالة متحررا من كل الشكليات، بحثا عن الاختلاف وعن العجيب والغريب لدى الآخر المغربي الإفريقي والبربري، هذه كلها عبارات كنوجدها في نص رحلات التلف حسب أوصاف المؤلف. ويبدو أنه وجد ضالته في مناسبة، لحظة حضوره مرارا لفرجة بوريدا فانتازيا التي كتب بخصوصها المؤلف يعني صفحات طويلة جدا، بل حتى أنه قال بأن المغربي فوق الحصان هو نقيض للمغربي الذي يعيش في الكوخ، ويعني حط من شأنه بعض الشيء. حتى قال أيضا أن المغربي إذا أنزلته من فوق الحصان كأنك أخرجت السمكة من الماء. بالتالي لم يكن الملك على ما يبدو يمل من التمتع بتبوريدة بالخصوص دون سواها من الفولكلور المغربي الذي عرض عليه، لذلك احتل وصفها في النص الرحلي حيزا لا بأس به من الصفحات. قيل لنا أيضا أن الملك هنا والعهد على الراوي أي المؤلف لم يستشعر تلك الحياة الموريسكية المختلفة إلا عندما حل بمدينة تطوان، فهي وحدها أثارت دهشته وشدت انتباهه. يقول كولاسو: وقد استطاع الملك أن يعاين ويقدر الخصائص الحقيقية للمدينة الموريسكية التي تمثلها مدينة تطوان أفضل مما كان عليه الأمر في طنجة، واسترسل كثيرا في المقارنة بين المدينتين. وكنعرفوا بأن النصوص الرحلية أيضا من سماتها مسألة المقارنة. أنا في يومئذ للمغاربة واليهود الأكثر إثارة للاهتمام في الرحلة الأولى، مع بعد فني واضح للعيان في مناسبات عدة من خلال دقة الوصف، اللوحات المتضمنة في الرحلة، لوحة لفارس بوريدا، لوحة لقنطرة كيواد المخازن، هو من يعني من رسم المؤلف. نظرا للخاصية المشتركة بين الملك والقنصل فكلاهما مولع بالفنون والرسم بزيارة الأروقة والمتاحف، لذلك نال هذا الجانب حيز مهم في متن الرحلة. باقي مظاهر حياة المغاربة في المدينتين، فقد لاحظنا غلبة الاقتباس المطول من رحلة مثلا دومينغو بادياس علي بي العباسي التي حررها في مطلع القرن 19، وخاصة عند الحديث مثلا عن شعائر الدينية المغاربة كالحج صفحة 24 25، الصوم تقريبا 5 ديال الصفحات من 32 حتى 36 كلها اقتبست كما هي. بالمقابل جاءت مضامين التقريرين السفريين أكثر واقعية، لأنها كانت تخبر عن مراسم البروتوكول الدبلوماسي، مسار الرحلة ذهاب وإياب، وبعض الأخطار التي كانت تربك السير العادي بسبب عدم أمن السبل. إذا حتى لا أطيل أكثر سأنتقل إلى خلاصة هذا العرض. خلاصة هذه الكتيب، هذا الكتيب يعني هذا الذي يجمع لنا هذه الرحلات الثلاث رغم صغر حجمه، فكتاب متوسط مليء بالمعطيات القابلة لقراءات مختلفة من زوايا مختلفة، ولا شك أننا سنظل أوفياء في تعاملنا مع النص الرحلي من خلال البحث دائما عن إجابات لسؤال يطرح علينا مرارا عن حدود العلاقة بين الرحلة والتاريخ، وما هو المنهج الذي يمكن للمؤرخ أن يتبناه لتطويع مادة النص الرحلي لخدمة قضايا بعينها. ولعلنا قد وفقنا في إبراز بأن هذه الرحلات الثلاث هي بالفعل مصدر من مصادر دراسة العلاقات المغربية البرتغالية في القرن التاسع عشر.